لتسليط الضوء أكثر على استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت النفطية في السعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا بك دكتور عبد الحفيظ. بداية، وكما تعلم ميدانات دولية واسعة لهجوم ميليشيا الحوثي على المصافي النفطية السعودية، كيف تقرأ توقيت استهداف أرامكو من قبل ميليشيا الحوثي مع تقدم قوات الشرعية اليمنية في جبهات عدة تسيطر عليها الميليشيات؟ اهلا وسهلا بكم. حقيقة يعني انا اعتقد استراتيجية بايدن المربكة، يعني لانه كان اراد بايدن التخلص من ارث ترامب، وقدم وحاول ان يقدم قربان لايران او موقف مرن ما يسمى بالدبلوماسية، ورفع الحوثيين طبعا من لائحة الإرهاب ظنا منه أو باعتقاد أن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب سيؤثر على مسائل المساعدات الإغاثية. وأعتقد أنه يعني خطوات كانت مربكة، فهمت حقيقة إيران الرسالة بشكل خاطئ، وحاول طبعا أرسل بايد المبعوث إلى اليمن بالإضافة للمبعوث الأممي للبحث عن التوصل إلى اتفاق سلام، لكن أعتقد الحوثيين وإيران طبعا استثمروا الفرصة وأرادوا السيطرة على مركز النفط والاستيلاء على مأرب. أنا أعتقد أن يعني الاستيلاء على مأرب يعني انتفض اليمنيون حقيقة، و تحركت كافة الجبهات، ولولا المملكة العربية السعودية التي ساهمت طبعا، يهم المملكة العربية السعودية ألا يكون هناك يعني ألا يعني مأرب ستكون حجر أثرى حقيقة للمشروع الإيراني في اليمن. ولذلك الهجمات الصاروخية على المنشآت طبعا أرامكو في المملكة العربية السعودية هي لتحييد المملكة العربية السعودية في بشكل خاص في مأرب، لأنه الآن هناك تحريك عدد من الجبهات تعز، ويعني لاحظ يعني في الآونة الأخيرة في جبهة كسارة أعدم الحوثيين 40 شخص رفضوا الانضمام للقتال، معنى الحوثيين في حالة مربكة دكتور ومرتبكة، يعني هم جيشوا جميع الجهود للاستيلاء على طبعا على مأرب مقر ومنبع النفط، بحيث أن يكون تفاوضهم طبعا يعني واقع على الأرض. أنا في ظني أنا يعني أن الحقيقة إدارة بايدن، ونحن نلاحظ إدارة بايدن بدأت هناك عليها ضغوط، وزير خارجية أمريكا السابق بومبو قال فضح بأن إيران استغلت ضعف أمريكا. الآن الكونغرس الأمريكي بدأ يقف في وجه بايدن وأصر، سواء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أصر على بايدن بأن يكون نفوذ إيران الإقليمي في أي اتفاق. أنا أعتقد الآن كما صرح عادل الجبير بأن الاستهداف لا أتى من إما من الشمال أو من البحر، ونعرف نحن يعني إيران تمتلك قدرات هجومية بحرية، حتى بينها وبين إسرائيل يعني أغلب نصف الهجمات نفذ نصفها من في البحار. فالحقيقة يعني الحوثيين لا يمتلكون قدرة في الوصول إلى رأس النورة وفي الوصول إلى 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 الرياض، حدهم الحقيقة المناطق الغربية والجنوبية. ولماذا يعني إيران يعني تصعد في هذه الفترة ضد المملكة العربية السعودية؟ بسبب أن المملكة العربية السعودية مصممة ولديها ضغوط طبعا، ويعني آلمها إيران أنه كيف الحزبين في الكونغرس يقف ضد بايدن في طبعا بأن يكون النفوذ الإقليمي لإيران في أي اتفاق جديد. هذا الحقيقة يعني إيران هي تسابق الزمن لاتفاق نووي، لكن أمريكا الحقيقة لديها تريث، لديها مساحة.
أنا أعتقد يعني بعجالة لو سمحت، إرث ترامب لا يزال موجود، يعني حاول بايدن أن يعني يخالف إرث ترامب، لكن إرث ترامب هو، ولذلك نجد الآن وضعت إدارة بايدن عقوبات على النفط المصدر للصين. شكرا. الآن هناك أيضا تمرينات سعودية أمريكية في المنطقة. نكتفي بهذا القدر. الدكتور الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.